بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه 8081. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا جميعا بهذا اللقاء الطيب بفضيلة الشيخ عبد الله الحماد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من يعز علينا شقيا ولا محروما برحمته وهو أرحم الراحمين. والشيخ غني عن التعريف، ولعلنا نبدأ بالمحاضرة إن شاء الله، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا لوجهك الكريم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في دار السلام في جنة الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ في الموضوع، وهو موضوع خطير، موضوع عظيم يحتاج له كل إنسان، كل إنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يحتاج إليه كل إنسان حتى يكمل إيمانه، لأنه الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو اليوم الآخر. لما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام أخبره بها، وأيضًا سأله عن أركان الإيمان فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أيها الأخ، نحن في هذه الحياة، في هذه الحياة، نحن في هذه الحياة خلقنا الله جل وعلا لأمر عظيم، خلقنا لعبادته. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله جل وعلا في هذه الحياة ثم نعيش ما قدر الله لنا من العمر، ثم يأتينا هادم اللذات، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا
الدنيا يا عبد الله؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول أيضا في آية أخرى: قل متاع الدنيا قليل. هذه الدنيا يا عبد الله التي سببت لنا قطيعة الأرحام والجفا والبغض للأخوان والتفرقة بين الجيران، هذه الدنيا التي صارت أكبر همنا، أضعنا لأجلها الصلوات، نفوت من أجلها تكبيرة الإحرام التي هي خير من الدنيا وما فيها، ثم بعد ذلك يهجم علينا هادم اللذات وينقلنا من هذه الدار إلى دار البرزخ في القبور. ولكن يا أخي المسلم، كلنا سوف ينزل به هادم اللذات، ونزوله يتفاوت على الكثير، فمنهم من تستقبله ملائكة الرحمة بالتحية والسلام والبشرى من رب العالمين، ومنهم من تستقبلهم ملائكة العذاب بالتهديد بالتهديد والبشرى بما أمامهم من سخط الله عز وجل. ثم يا عبد الله، نعيش في القبور ما كتب الله لنا عز وجل. نعم، وقبل أن نغادر هذه الحياة الدنيا نبين لك ما فيها من العيوب، وقد جمعت لكم كلمات كلكم تعرفونها، ولكن من باب التذكير امتثالا لقول رب العالمين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم أيها الإخوة في الله، إن الأجل منا قريب ولا شك في ذلك، ولكن اشتغلنا بالدنيا الدنية فأشغلتنا عن الاستعداد لما أمامنا، فتركنا العمل وسوفنا التوبة، وكأننا لم نسمع ولم نقرأ قول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وكأننا لم نسمع ولم نقرأ قول الله جل وعلا. اسمع يا عبد الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولكن الفرق يا عبد الله في الآخرة: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأيضا لنلقي الأسماع لكلام ربنا، ولم نسمعه غير هذه المرة، بل نسمعه مرات وكرات، يحذرنا ربنا جل وعلا ألا نغتر بهذه الدار الفانية، فيقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فكما حذرنا ربنا جل وعلا في كتابه
من الاغترار بالدنيا، فقد حذرنا أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت شجرة فقال تحت ظلها، أي نام تحت ظلها وقت القيلولة ساعة ثم راح وتركها. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لتلميذ من تلاميذه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيقول هذا التلميذ، يقول: إذا أصبحت فلا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. نعم يا عبد الله. ويقول أيضا في حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا منها شربة ماء. وهذا فيض من غيظ فيما جاء في ذم الدنيا التي سلبت عقولنا وأخذت أوقاتنا، وهذا فيض من غيظ لحقارة الدنيا والتحذير من فتنتها والتنفير من الانغماس في ملذاتها ومن الاغترار في زخارفها البراقة التي أعمت الكثير عن الطريق القويم وشغلتهم عن طاعة الله جل وعلا حتى جاءهم الأجل وهم في غيهم يعمهون. وقد ذمهم الله تعالى بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله أكبر. هل وجدنا أولئك؟ نعم وجدناهم، اتبعوا الشهوات وأضاعوا الصلوات، وإن ماتوا من غير توبة فموعدهم غيا، والغي هو واد في جهنم. العاقل يا عباد الله من يتعظ بغيره ممن صرعتهم الدنيا وأوردتهم المهالك حتى إذا هجم عليهم هادم اللذات قال: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يقال له؟ كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم يا عبد الله. ثم تنتهي هذه الدنيا وننتقل إليها، ثم ينفخ في الصور لقيام العباد ليوم القيامة. يقول رب العزة والجلال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. نعم يا عباد الله، يا أمة الإسلام، يصرح القرآن بما سوف يكون يوم القيامة. وقبل ذلك مقدمات، وهي قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا
الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم يقبض الله أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء. أبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يقول جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. راحت الملوك وراحت الرؤساء وراحت الأمراء، ويبقى الواحد القهار. ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل، ويأمره أن ينفخ في الصور، ينفخ فيه أخرى، وهي النفخة الثالثة، نفخة البعث. قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا، صاروا أحياء ينظرون، ينظرون إلى أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. كل هذه الأهوال سوف تحصل في ذلك اليوم الرهيب الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع فيه الحوامل حملها، وتشيب فيه الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. إنه موقف عظيم أيها الإخوة في الله، إنه موقف عظيم طويل. يقول رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم. إنه موقف عظيم، إنه موقف عظيم يحتاج إلى تأمل. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. في ذلك اليوم العظيم، وعلى تلك الأرض، وعلى تلك الأرض، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى يكون منهم، حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما.
وفي ذلك اليوم العظيم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. أيها الشاب، إعلان هام من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. أيها الشاب، اغتنم فرصة العمر، اغتنم فرصة الشباب، لا يفوتك هذا الفضل العظيم. الناس في الحساب، الناس قد نزلت عليهم الشمس مقدار ميل، وهؤلاء السبعة تحت ظل تحت ظل عرش الرحمن. شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. ما يتكبد المشاق، ما يذهب ثمان ساعات في طريق الجول يبحث عن الشر والفساد. أين هذا من هذا؟ ولكن هذا إن مات على هذه المعاصي التي هي الزنا يبحث عنها، فإن موعده تنور، أسفله ضيق، أسفله واسع وأعلاه ضيق، ويأتيه لهب من تحته يرفعه ذلك اللهب حتى إذا أشرف على الخروج سقط في ذلك التنور. هذا للزاني. أما الرجل الذي يقول لما عرضت عليه هذه المرأة ذات المنصب والجمال والحسب قال: إني أخاف الله رب العالمين، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لا ينفق للرياء ولا للسمعة ولا ليقال فلان كريم ولا جواد، إنما ينفق يبتغي بذلك وجه الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لا إله إلا الله، الله أكبر، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عباد الله، اغتنموا الفضل لعلكم تحوزون على هذا، لعلكم تحوزوا على هذا الفضل العظيم. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم يا عبد الله، تفكر في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في ذلك اليوم الرهيب تذهل كل مرضعة عما أرضعت. اسمع الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شوف الأم الحنون التي تحن على طفلها الصغير تضع تفارق هذا الطفل في ذلك اليوم العظيم، الطفل الذي لو تأخر عنها بضع دقائق لاشتغل قلبها وفكرها حتى يرجع إليها. في ذلك اليوم العظيم تنسى ذلك الطفل، في ذلك اليوم العظيم تضع الحوامل ما في بطنها من الأجنة لحول ذلك اليوم العظيم.
تدري ما ذلك اليوم يا عبد الله؟ يوم يجعل الولدان يوما يجعل الولدان شيبا. شف هذا الطفل الصغير الذي رأسه أسود يجعله أبيض من شدة هوله يا عبد الله. يوما يجعل الولدان شيبا يوم القيامة. يوم القيامة يوم ينقلب فيه العالم ويتغير. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم القيامة يوم تخرص فيه الألسن وتنطق فيه الجوارح. أعوذ بالله من خزي ذلك اليوم. أعوذ بالله من خزي ذلك اليوم. أعوذ بالله من الفضيحة على رؤوس الأشهاد. يوم القيامة تخرص فيه الألسن وتنطق الجوارح. تقول اليد أنا سرقت، وتقول الأذن وأنا استمعت إلى الحرام، وتقول العينان وأنا نظرت إلى الحرام، وتقول اليد الرجلان وأنا مشيت إلى الحرام، ويقول الفرج وأنا فعلت كذا وكذا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إنه يوم عظيم يا عباد الله. ثم تفكروا في الميزان حين ينصب وتشخص الأبصار، ثم لسان الميزان يميل إلى جانب الحسنات أو إلى جانب السيئات. ثم تفكر في قول الله تعالى: أيها النساء بارك الله فيكن، احرصي على هذا الطفل حتى لا يزعج المصلين. نعم يا عبد الله، تفكر في الميزان وهو يميل إلى جانب الحسنات أو إلى جانب السيئات. ثم تفكر في قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تثقل بالملايين أو بالمليارات أو بالعقارات؟ لا، بالحسنات أو بالسيئات. نعم يا عبد الله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم بعد ذلك المواقف العظيمة، يعطى كل إنسان كتابا يقرأه وفيه إما الفرحة والسرور أو الندم والاختزاء. فمن أخذ كتابه باليمين فهنيئا له الرضا من رب العالمين، ومن أخذه بشماله فيا لها من ذلة وندامة. ثم تفكروا في الصراط الذي يؤتى به فيجعل بين ظهراني جهنم، ويمر الناس عليه وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى الصراط خطاطيف مأمورة، فمن الناس من ينجو ومنهم من يخدش ومنهم الموبق بعمله. في ذلك اليوم العظيم يحتاج الناس إلى من يشفع لهم عند ربهم جل وعلا، فينطلقون يلتمسون الأنبياء والمرسلين لعلهم يشفعون. فإذا بكل رسول منهم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله
وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي. ينبغي للمسلم أن يكثر الثناء على الله عز وجل أن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يثني على الله أن جعله من أمة الإجابة الذين أجابوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل أن يجعله من أمة محمد الذين أطاعوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يقسم والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. ثم تذكروا يا عباد الله حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولكن يا عبد الله هذا الحوض سوف يرد عنه أناس لأنهم نكصوا على أعقابهم وغيروا بعده صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم في كل زمان. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اتقوا الله يا عباد الله. لنأتي على المناهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية، فقال صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، لا تتشبهوا باليهود والنصارى، لا تتشبهوا بالمجوس. ويقول أيضا في حديث رواه الإمام أحمد: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. نعم، هذه اقترفها الكثير من الناس. نهانا عن الإسبال صلى الله عليه وسلم، وهو حرام، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. والبعض من الناس يجر ثيابه وكأنه يقول: لا سمع ولا طاعة يا رسول الله. نهانا عن استماع الأغاني التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ليكونن في آخر الزمان أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. المعازف، الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فتدخل جفيت وتدخل هذه المعازف تحت جميع آلات له. وقال البعض من الناس: لا سمع ولا طاعة يا رسول الله، زيادة على أن نعصيك يا رسول الله نأتي بالأفلام الخليعة والتمثيليات الشنيعة والأغاني الماجنة ونضعها في بيوتنا، ولا سمع ولا طاعة يا رسول الله. حالهم يقول هذا.
الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن المسكرات والمخدرات، والله نهى عنها في كتابه العظيم، والبعض من الناس استعملها وكأنها حلال، وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاد. البعض من الناس الآن باستعماله المسكرات والمخدرات وكأنه استحلها بكثرة استعمالها والعياذ بالله. فمن مات وهو يدمن على المسكرات والمخدرات فإنه حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال، وطينة الخبال عصارة أهل النار. المخدرات التي قضت على المروءة وعلى الشرف، حتى أن البعض من السكارى يزني بأمه ويزني بأخته ويزني بعمته، وقد وجد كثيرا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي يريده أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، هذا الذي يريدونه من المسلمين. نعم، إذا سكر المسلم أضاع الصلاة وفعل المحرمات، وربما ترك الصيام، وربما زنى، وربما حلف بغير الله عز وجل. ولقد مرت على أسماعكم قصة ذكرها عثمان رضي الله عنه، أن امرأة اشتاقت إلى رجل وأرادت منه أن يفعل بها الزنا، فأدخلته في البيت وخيرته أن يشرب الزنا أو يقتل صبيا عندها أو يزني بها أو يشرب الخمر، فاختار هذا الخمر يظن أنه أهون الجرائم، ولما شرب الخمر قتل الغلام وارتكب جريمة الزنا. فهذا الذي تجره المسكرات والمخدرات. أسأل الله عز وجل أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين عامة من هذا المرض الفتاك الذي فتك بالمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتك بالمسلمين إلا من رحم ربك. وأذكرهم بحديث الرسول أن من مات وهو يدمن على هذه المسكرات أن الله يسقيه من طينة الخبال، وهي عصارة أهل النار. عصارة أهل النار الذي يخرج من فروج المومسات، الذي يخرج من فروج الزانيات في النار يسقى هذا صاحب المخدرات والمسكرات. الرسول نهانا عن ذلك، وكأن البعض قالوا: لا سمع ولا طاعة يا رسول الله. ما أكثر المنهيات التي ارتكبها الكثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ورد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يشربوا من الحوض، تذودهم الملائكة وتطردهم عن الحوض، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ماذا أحدث بعده؟ ماذا حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الآن أمور تساهل بها الكثير من الناس، وهي لعب الورق التي يسمونها البلوت والكنكان والضوملة وغيرها من الملهيات التي قضت على الأوقات وقضت على الأعمال. امتلأت صحائف الأعمال من هذه الأعمال الخبيثة، وتركوا ملك الحسنات يضع يدا على يد. الليل الطويل، ولقد ذكر لنا أن بعض الشباب جلسوا يلعبون الورقة من صلاة العشاء، ولما خرج أحدهم ينقض البول كرمكم الله، وإذا بالشمس قد طلعت طول الليل وهم يلعبون الورقة. فما ظنكم بهم يا عباد الله؟ ماذا فوتوا؟ أولا أنهم تعدوا الحدود التي قال فيها الذي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدي الرسول أنه صلى الله عليه وسلم
يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. وهؤلاء عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ليتهم بحديث من حديث الآخرة، ولكنه على لعب البلوط والكنكان وغيرها من الملهيات، وهذا يشتم هذا، وهذا يشتم هذا، وهذا يشتم والدي هذا، وهذا يشتم والدي هذا. واستمروا في لعبهم حتى ذهبت الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونزل رب العزة والجلال إلى السماء الدنيا ليقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وهؤلاء مصرون على لهوهم. ومضت الخامسة، ومضت راتبة الفجر، ركعتي الفجر التي هي خير من الدنيا، وهم في لهوهم. وقضيت صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وارتفعت الملائكة الذين يتعاقبون فينا لما يسألهم الله عز وجل: ما تركتم عبادي وهو أعلم؟ يقول: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، ولكن أولئك البؤساء جالسين على البلوط والكنكان وعلى أفلام الفيديو، فليس لهم نصيب من هذا الخبر. ثم تطلع الشمس والعياذ بالله، وقد ارتكبوا كثيرا من المنهيات. إنها مصيبة عظمى يا عباد الله. البعض من الناس يقول: أجل، ماذا نقضي أوقاتنا؟ لازم إما نغتاب أو نستمع الأغاني أو نقضي الوقت في الملهيات. الله أكبر يا عبد الله، ما خلقت لهذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ نم يا عبد الله، نم مبكرا. يقول: لا يأتيني النوم. لماذا؟ اعتاد على هذه الملهيات. ويقول: أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، فماذا أصنع؟ إذا أردت أن تنام، نم مبكرا وتوضأ وضوءك للصلاة، وقل أدعية النوم التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأ آية الكرسي والمعوذات، وقل هو الله أحد على 3 مرات، وامسح بها سائر جسدك. نعم، ثم نم على بركة الله. فإن لم يأتيك النوم، اذكر الله، سبح الله، واحمد الله، وكبر الله. فإن لم يأتيك النوم، انهض وقل: يريد الله بي خيرا، فخذ كتاب الله واقرأ القرآن. نعم، لا تضيع، أنت مسؤول عن الوقت. كيف المسلم يقول: أين نقضي أوقاتنا؟ مع الأسف الشديد، هذا لا يسأل المسلم أبد هذا السؤال: أين نقضي أوقاتنا؟ أنت يا أخي وقتك مشغول في دائف في ذكر الله عز وجل. أما سمعت الله يقول؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لمن هذه الآيات؟ لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هؤلاء عباد الله، هؤلاء هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لا يتفكرون في وجوه المومسات، ولا يتفكرون في وجوه الأفلام الخبيثة الخليعة التي ملأت بعض قلوب الناس، نسأل الله العفو والعافية. نعم، المسلم مسؤول عن وقته، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه. أين أفليت هذا العمر يا مسكين؟ أنت مسؤول، انتبه يا غافل،
انتبه يا وسنان، لا ينزل عليك هادم اللذات وأنت على غفلاتك. نعم يا أخي، هذه الأمور التي ذكرتها لكم قد اقترفها الكثير من الناس، فيخشى عليهم يوم القيامة إذا وردوا على الحوض أن يذادوا عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم، أن يردوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا على حوض نبينا من الواردين. ثم بعد أن تنتهي الحساب بين العباد، يؤمر أو ينقسم الناس إلى قسمين، أشقياء وسعداء. أسأل أشقياء إلى أين يا عبد الله؟ إلى جهنم التي حذركم الله في كتابه الكريم منها، حذركم منها، فقال جل من قائل: فأنذرتكم نارا تلظى. ها، ما هي هذه النار؟ إنها نار محرقة، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب في دار البوار، في دار البؤس، دار الشقاء، دار العذاب الشديد، دار من تعدى الحدود وارتكب المحرمات، دار لا يسكنها إلا الأشرار من خلق الله الذين عصوا رسله ولم يمتثلوا أمره. نعم، ما هي النار؟ النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر. النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر. جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر. فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر. الله أكبر. إذا سحبوه إلى جهنم، إذا قال الله خذوه فغلوه، قال لهم: ألا ترحموني؟ فيقولون: ما رحمك أرحم الراحمين، فكيف نرحمك؟ فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر. لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر. سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر. فيها العقارب والحيات قد جمعت، جلودهم كالبغال الدهم والحمر. فيها العقارب والحيات قد جمعت، جلودهم كالبغال الدهم والحمر. لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر. عباد الله، يروي لنا البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل قال فيه: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على واد فسمع صوتا منكرا، فقال: يا جبريل، ما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وغسليني، وقد بعد قعري واشتد حري، ائتني بما وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة، وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. وعن عبد الرحمن بن مصعب أن رجلا كان على شط الفرات، اسمع يا عبد الله، اسمع أهل القلوب الحية، فسمع تاليا يتلو قول الله تعالى:
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فتمايل الرجل فلما قال التالي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، سقط في الماء فمات رحمه الله. وعن لقمان الحنفي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب ينادي في جوف الليل الله أكبر، هذا الفرق يا شباب الإسلام، هذا الفرق يا من أضاع عمره في الملهيات. على شاب ينادي في جوف الليل وغوثاه من النار وغوثاه من النار. فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم يا شاب لقد أبكيت البارحة ملأً من الملائكة كثيرا. اعتبروا بهذه الأحوال لسلفكم الصالح، فإنهم كانوا يخافون من النار فإنهم كانوا يخافون من النار. وأنتم يا عباد الله أما تشفقون من النار أما تشفقون من نار جهنم وما فيها من العذاب والأنكال؟ أما تحذرون سلاسلها والأغلال؟ وعجبا وعجبا لمن يقرع سمعه ذكر السعير وهو من عذابها بالله غير مستجير. فيا من تتعدون الحدود، يا من ترتكبون الزنا واللواط، يا من تشربون المسكرات، يا من أعرضتم عن طريق الحق، يا من تعصون الملك العلام، أفيكم جلد أفيكم جلد أفيكم جلد على نار وقودها الناس والحجارة؟ يا من تعصون الملك العلام، أفيكم جلد على نار وقودها الناس والحجارة؟ أم رضيتم لأنفسكم بهذه الخسارة؟ فيا ويلا لمن كانت النار له دار فيا ويلا لمن كانت له النار دار. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا أرحم الراحمين، نسألك أن تعيدنا من دار الهلكات من النار يا رب العالمين. عباد الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والله هذا الفرق يا أخواني، والله إحنا في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم يقال لأهل الجنة: اسمع يا عبد الله، حرك ذلك القلب الغافل، أخرج الفلة منه، أخرج القصور منه، وتذكر القصور العامرة، تذكر المستقبل الذي لا خراب بعده ولا دمار. تذكر إذا قيل لأهل الجنة: ادخلوها بسلام آمنين، الله من فضلك، الله أكبر، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل فأصبحوا إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ما يأتي صاحب العقار ما يقول اطلع تمت المدة، لا، هذا في أمان في جوار رب العالمين. ويقال لأهل الجنة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. خلاص أمنتم من أمريكا والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا التي أخذت قلوب الكثير من الناس، شيبت لوايبهم، نسأل الله العافية، نسوا رب العالمين. ويقول للدول العظيمة الدول الكبيرة: نسوا إله الأولين والآخرين الذي هو قادر أن يسحقهم في طرفة عين. مساكين مساكين، يا من خلى الإيمان من قلوبهم والتفتوا إلى غير الله، والله إنهم ليس بأيديهم شيء يضرون به ولا ينفعون إلا بحول الله وقوته. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ارسم هذا على قلبك يا عبد الله حتى يكون عندك اليقين، غذ شجرة الإيمان، أيقن بالله، أيقن أن القوة لله جميعا. ثم اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بقنابلهم وصواريخهم ودباباتهم وقنابلهم لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول البعض من الناس: أجل لماذا الدول الذي بجوارنا تطحن حروبا؟ نقول: إن كنت عاقلا فاستفت قلبك. إنهم لما أضاعوا أوامر الله عز وجل حكموا بغير ما أنزل الله، أباحوا الزنا، أباحوا المسكرات، أباحوا المخدرات، حتى أن الدولة التي الآن نشأت فيها الحروب قبل الحرب بأيام قليلة يفكرون أن يفتحوا شارع يسمونه شارع الحمراء، وهو شارع النساء العاريات، وعجل الله لهم العقوبة قبل ذلك. فالحروب الآن تطحنهم ليلا ونهارا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. صحيح؟ نعم، هذا كلام الله عز وجل، هذا الدستور السماوي. احمد الله في هذه البلاد، احمد الله على هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، واحمد الله على تطبيق الحدود. انتم في نعمة في هذه البلاد، ولكن حافظوا على هذه النعمة لا تزول، حافظوا على هذه النعمة لا تزول. ارجعوا الى ربكم عز وجل، ارجعوا الى ربكم، ارجعوا الى ربكم قبل ان يحل بكم ما حل بالمجاورين. ان الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه نسبًا،